بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم احنا اللجنة الأمنية العليا لإدارة الزيارة الأربعينية بشقيها الأمني والخدمي حضرنا إلى محافظة ديالى، وكان هناك عرض الخطط لمحافظات كركوك وصلاح الدين وديالى. استمعنا إلى عرض كامل للخطط الأمنية والخطط الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية وبما فيها حركة الزوار وتنقلهم وتأمين الحماية لهم وتقديم الخدمات لهم المتجهين باتجاه كربلاء المقدسة. وأيضا كان هناك عرض منفصل لقيادة منطقة سامراء، أيضا عرض قائد المنطقة كل التفاصيل الخاصة بالزيارة وأمنها وخدماتها. هذه المحافظات توجد لديها طرق تؤدي إلى بغداد وإلى كربلاء المقدسة وتم تأمينها بالكامل. انطلاق الخطة وتأمينها راح يكون اعتبارا من 1 صفر، تبدأ هذه القطاعات وكذلك الأجهزة الأمنية بالانتشار على طول طرق التنقل. أيضا توجد خطط خدمية من قبل السادة المحافظين وسيد محافظ ديالى، أيضا عرض خطة الخدمية لإسناد هذه المواكب، وكذلك توجد في ديالى منفذ المندرية. هناك يعني أكو جهد خدمي وأمني باتجاه هذا المنفذ، أيضا تعاون مع الجيش العراقي من خلال طيران الجيش والاستطلاع الجوي. هذه القيادات قيادات عمليات وترتبط بقيادة القوات البرية. أيضا قادة العمليات قدموا خططهم المفصلة، كذلك قيادات الحشد الشعبي اللي موجودة ضمن هذه المحافظات بوجود ممثل الحشد الشعبي في اللجنة. اللجنة لبت كل الاحتياجات الخاصة بهذه المحافظات من قطاعات إضافية أو تخصيصات مالية ممكن تساعدهم، أو كذلك يعني احتياجات فيما يخص موضوع الصحة والنقل والكهرباء. الممثلين الوزارات موجودين معنا في اللجنة، وإحنا باستمرار نحدث هذه الخطط حتى نوصل إلى المرحلة النهائية وبدأ الخطة يوم 1 صفر، تكون كل القطاعات وكل الأجهزة الأمنية وكل المحافظات متهيئة لاستقبال الزوار في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. يعني الوضع الأمني بشكل عام مستقر في ديالى، عندنا انخفاض في الجرائم الجنائية، عندنا انخفاض في الحوادث الإرهابية بشكل عام. لا تؤثر هذه الحادثة، الأجهزة الاستخبارية تقوم بواجبها بشكل كامل ومتابعة لكل هذه الحركات بالنسبة يعني هذه مفارز داعش اللي تستغل بعض المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة. لكن القطاعات قيادة عمليات ديالى أمن القاطع بشكل كامل، وتعتبر محافظات ديالى من المحافظات المستقرة. يعني قيادة عمليات ديالى بخطتها الأمنية لمسك المنطقة ومسك القاطع مع قطاعات الشرطة، شرطة ديالى والحشد الشعبي، ما تعتمد على المسك الموجود للأشخاص. هناك طرق حديثة، هناك كاميرات، هناك استطلاع جوي، هناك عمل استخباري، ويوميا هناك عمل استخباري وتنفيذ ضربات جوية وقتل الإرهابيين في هذه المناطق اللي ذكرتها، بالذات يعني سلسلة جبال حمرين والمناطق المحيطة بها وكذلك حتى بحيرة حمرين. لكن هذه المنطقة اعتبرها من المناطق الآمنة، لا يوجد تأثير. القطاعات هناك قطاعات الفرقة الأولى مسيطرة على المنطقة بشكل كامل ومحددة حركة هاي المفارز البسيطة.